هذا غيابك كله شجر يطل عليك منك ومن دخاني. نامت أريحة تحت نخلتها القديمة، لم أجد أحدا يهز سريرها، هدأت قوافلهم فنامي. كلام جميل، ولكن تخيلت أنا كده لو كانت البداية هنا، بداية النبت الآدمي، كان ماذا يقول؟ أموت أنا وهي تنور مطرحي؟ حقيقي نموت نحن وتنور الأرض أو مكاننا أو الوطن مطرحنا. هنا كانت البداية، بداية النبت الآدمي، والتاريخ يقول أن بداية أول نسل آدم مع بداية أبجديات الحياة كانت هنا، هي الحياة. إذن شافكي، كانت هنا البداية والنهاية مشاهدينا، وكانت الإطلالة الأولى، وهنا خط الأقدمون أولى أبجديات الفعل الإنساني، هنا ربيع الحياة، هنا أريحة. في البداية مشاهدينا اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا الكرام. اسمحوا لنا في البداية أن نرحب بالأستاذ حسن صالح. أهلا وسهلا فيك، عزوفتك وأنت رئيس لبلدية أريحة سابقا ولفترة طويلة، وأنت ابن أيضا أريحة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. وأيضا اسمحوا لنا مشاهدينا نرحب بمدير السياحة والآثار الأستاذ إياد حمدان. أهلا وسهلا فيك. طبعا في البداية مشاهدينا نستأذنكم ونستأذن الضيوف حتى نشاهد هذا التقرير. يتحدث هذا التقرير عن أريحة تاريخيا وحضاريا من ناحية الدينية والحضارية، وأيضا الناحية الدينية وما إلى ذلك من أمور، أيضا تضاريس وجغرافيا. هذا التقرير سيأخذنا إلى أريحة، خلينا نشاهده وبعد ذلك نعود إلى بيت للكل. أريحة اسمها الثامن، عمره 9000 عام، كأقدم مدينة قائمة على وجه البسيطة، وهي مدينة القمر عند الكنعانيين أهل البلاد الأصليين، وفي السريانية عن الرائحة والأريج، وهي بوابة فلسطين الشرقية، وما زالت تحتفظ بطريقها التجاري القديم الرابط بين القدس مرورا بها إلى الأردن. تتكئ أريحة على سرير التاريخ تحت سطح البحر ب250 مترا، لا تماثلها بموقعها المميز مدينة أخرى. تعاقب على عمرانها 23 حضارة قديمة لتحظى بأقدم نظام درج وأقدم حائط وبرج دائري دفاعي بالعالم، لتشكل أول مدينة عرفت التحصين بالتاريخ. أطلالها تقع على بعد 2 كيلومتر من موقعها الحالي قرب نبعة للسلطان. أعادت السلطة الوطنية الفلسطينية إحياء الاهتمام بأثارها الفريدة منذ أن أصبحت أول مدينة ترفع العلم الفلسطيني في العام 93، فازدان تل السلطان وجبل القرنطل أو التجربة ذو 40 كهفاً المسكونات بالرهبان والنساك على خطى صيام السيد المسيح عليه السلام. وعلى بعد 5 كيلومترات إلى الشمال من مدينة القمر، كنز فسيفسائي كان ذات يوم مقر الدولة الأموية، تحكم منه إمبراطورية تمتد من الهند حتى فرنسا، زمن الخليفة هشام بن عبد الملك، والذي يحمل قصر هشام كنيته وتاريخ حكمه. تطورت أريحة سياحيا بالمرافق والفنادق والمطاعم العصرية، لتبقى أيديها مفتوحة على مداد تاريخها المحتضن للزوار والسياح والباحثين والمحبين الذين يسلكون دروب الأجداد تبركا بهم ونهلا من حضارتهم وانبهارا بأعمالهم التي تضم مئات المواقع الأثرية التي تحاكي حضارات وملوكا وجيوشا وأنبياء وقديسين سكنوها ومروا تحت ضياء قمرها.